على ايه؟ رقم واحد على الاورجن او اي اورجن بعلق عليه، رقم واحد مثلا السايز بتاعه، بعد كده السايز بتاع الاورجن. هنا مش هنعلق على الشيب قوي، في اورجنز بنعلق فيها على الشيب، تمام؟ بنعلق في الليفر على حاجه اسمها الايكو باترن، تمام؟ ايه الايكو باترن دي؟ احنا قلنا كلمه ايكو يعني صوره، باترن يعني شكل الصوره بتاعت الليفر، اللي هي الايكوجينيست اللي احنا كنا اتكلمنا عنها في الفيزيكس، اللي هي شكل الصوره. ايكو باترن ده الليفر ده ميته رايقه ولا فيه خشونه ولا فيه تليف ولا فيه، صح كده؟ دي هنقولها دلوقتي ان شاء الله. بعد كده بعد الايكو باترن بنعلق على البورتال فين، بنعلق على الهيباتيك فينز، بنعلق على حاجه اسمها الانترا او الكومن بايل دكت، تمام كده؟ بنعلق على حاجه اسمها الانترا هيباتيك بيلياري راديكلز، تمام؟ بعد كده بنعلق على حاجه اسمها الايه؟ هيباتيك فوكال ليجنز، صح كده؟ اللي فيها فوكال ليجنز دي مهمه جدا جدا، اللي احنا نشوف الليفر فيها فوكال ليجنز. وبعد كده هناخد حاجه اسمها الليفر سيجمنتيشنز او السيجمنتيشن اوف ذا ليفر، تمام؟ السيجمنتيشن دي حاجه جزء من ضمن الشرح يعني، لكن احنا في الكومنت بتاع الليفر لما ابص على عيان ابص على الكابت بتاعه انا بعلق على ايه؟ او حاطط في دماغي في ذهني سكيما كده لازم احفظها عشان لما اجي اعمل كومنت ابص على اول حاجه. احنا نسينا حاجه هنا مهمه جدا اسمها ايه؟ السيرفس، طبعا دي مهمه جدا، تمام؟ السايد اوف ذا ليفر احنا ما بنعلقش على السايد في الالترا ساوند في الكومنت بتاعنا، ما هو معروف الليفر هيكون موجود فين؟ موجود في الاورجن في الرايت ابر كوادرانت ريجون موستلي سب كوستال، صح كده؟ سب كوستال انتر كوستال هو تحت الضلوع، عشان كده بنيجي نبص على الليفر بنبص على ايه؟ على الضلوع، بنحط الجروب على الانتر كوستال سبيسز، ما بنحطوش سب كوستال كده خدت في الكولون والبطن عيان، ده انا بحطه انتر كوستال سبيسز عند الايه؟ سواء مثلا ميد كلافيكولار او ميد اكزيلري او ايا كان. يبقى اذا السايد بتاع الليفر موستري موجود فين؟ في الرايت ابر كوادرانت ريجون انتر كوستال. هو الليفر ممكن يبقى موجود في مكان تاني؟ اه ممكن، مش احنا عندنا حاجه اسمها سايتس انفيرسس توتاليس، صح كده؟ يعني الليفر ممكن يبقى الاورجنز كلها معكوسه في حته ثانيه، تلاقي مثلا الهارت موجود على اليمين شفناها، والليفر موجود على الشمال، والسبلين موجود على ايه؟ على اليمين، يبقى الاورجنز كلها شكلها معكوس او السايت بتاعها معكوس، فهتلاقي السايتس انفيرسس دي بتبقى فيري رير كيسز، لكن موست الكبد موجود في الجنب اليمين. السايز بتاع او الليفر ده الحجم بتاعه قد ايه؟ حوالي 1.6 كيلو جرام. يعني كيلو 600 جرام، ده في الادلت، في الادلت الويت بتاعه وبقى كيلو 600 جرام. اورجان كبير طبعا موجود لانه ليه فانكشن كبيره جدا، ليه سيستميك فانكشن، ليه اكسكريتوري فانكشن، وليه ديتوكسيفيكيشن فانكشن، احنا عارفين طبعا الفانكشن بتاعت الليفر، كل الكلام ده نقراه نظري مفيش مشكله. تمام؟ طيب يبقى احنا السايت بالنسبه لنا خلاص. بعد كده السيرفيس اوف ذا ليفر، لما اجي اعلق على السيرفيس اللي هو سطح الكبد اللي هو الليفر كبسول بعلق عليه بكتب ايه بقى؟ الليفر ده يا اما يطلع سموث يا يكون الريجولار. سموث او ريجولار بتساوي ريجولار. سموث سطح الكبد ده يا اما يكون سموث يا يكون ايه او ريجولار يا اما يكون الريجولار. في ان بتوين كده درجه اسمها ويفي سيرفيس اللي هو سموث قوي ولا هو ريجولار قوي، صح كده؟ لان دي برضه ليها كلينيكال سيجنيفيكانس، ليه سطح الكبد ده او الليفر كبسول نفسه او الليفر سيرفيس، هو الليفر سيرفيس، تمام؟ لما اجي اقول ده سموث سيرفيس، سموث يعني ريجولار باين قدامي هو شكله سموث. دي طبعا بنحكم عليها بكثره الرؤيه، لما انا بشوف كتير عشان خاطر انت ممكن تقول ده شايفه ريجولار، ده بيبقى في حاجه اسمها انديفيدوال فاريشن، عشان كده السونار اسمه اوبريتور ديبندنت. بيطلع على مين؟ على الشخص اللي قاعد عليه، ممكن واحد يقول ده الليفر ده شكل الليفر الليفر سيرفيس شكله سموث، واحد يقول لا انا شايفه هو ريجولار، واحد يقول لا انا شايفه هو ويفي مش ريجولار قوي. فدي بتعتمد على ايه؟ على كثره الرؤيه، بتشوف كتير جدا ريجولار سيرفيس نورمال ليفر، يعني بحيث لما تشوف الريجولار او السيروتيك ليفر ده احنا ممكن نقول دي ليفر سيروز الالترا ساوند. مع ان ده باثولوجيكال ثيرم، فاهمني؟ يبقى احنا هنقول في السيرفيس يعني يا اما سموث سيرفيس او ريجولار يعني، يا اما يكون الريجولار، وفي ان بتوين جريد كده اسمها ويفي سيرفيس.
الكورس يعني الكورس ليفر. ما هي الكورس ليفر، الكورس ليفر دي هنقولها في الايكو باترن اللي هي ميه الكبد خشنه، هتدي في الاخر سيرفيس الريجولر. وممكن برضه يبقى كورس ليفر بس السيرفيس لسه سموث او كان ريجولر او ريجولر، فاهمني؟ فدي فكره في كده. فمعناها بقى كون ان شكل الليفر او السيرفيس يتغير يبقى حصل فيه باثولوجيكال انسلت في الليفر. انا عندي الهيباتوسايتس بتاعت الليفر فاكرين انتوا الشكل السداسي اللي كنا بناخده زمان، الليفر بيبقى شكلها هكساجونال شيب كده، وفيها طبعا حاجه اسمها الايه؟ الساينوسويدال، وفي حاجه اسمها البورتال ترايالس اللي فيه موجود فيها اللي هو السي بي دي والبورتال فين والهيباتيك ارتري، تمام كده؟ فشكل المسدس يوم ما الشكل ده يحصل فيه ديستربنس او يحصل فيه فايبروزس او سيروزس او اي باثولوجيكال انسل هيبدا الشكل ده يحصل له ديستربنس ويتغير، فيبدا يغير لي مين؟ سطح الكبد. عرفتوا ده منين؟ يعني ليه يبقى كده؟ عشان كده بقول لك ايه، في بعض الناس تكتب نودولار سيرفيس، واحنا فعلا لما تبص على الليفر نفسها في جوه بطن العيان وانت فاتح بطن العيان في الجراحه او تعمل اي حاجه تلاقي السيرفيس كله محبب. يقول لك دكتور دكتور جراحه هو بيشيل المراره، لا لا ده انت عندك تليف في الكبد. عرفت منين يا جراح؟ انه شاف متعود نشوف الكبد سموث اورجن كده سلس، لما شافه نودلر ويرجع لا لا ست شكلك عندك مشكله في الكبد روح دكتور كبد. يبقى كلامه صحيح فعلا، هو متعود يشوف الكبد سموث، فالمرض شافه الريجولر يبقى اسمه نودلر سيرفيس، بقى السطح بتاع الكبد محبب يبقى فيه باثولوجي. ماشي، شوف السيرفيس قعدنا نتكلم فيها كتير ازاي. هنيجي بعد كده على السايز بتاع الليفر، حجم الكبد، ايه السايز بتاع الليفر وازاي نقيسه، وهل هو فيه ليه كلينيكال سيجنفيكانس بالنسبه لي ولا لا؟ اكيد طبعا، فاهمني؟ رقم واحد لما نيجي نقيس السايز بتاع الليفر احنا عندنا كذا يعني طريقه في القياس. الطريقه الاولى ان احنا ممكن نقيس حاجه اسمها الليفر سبان. معروف ان الليفر في الالترا ساوند لما احنا بصينا المره اللي فاتت بيبقى عامل زي المثلث، صح كده؟ هو شكله كده في الحقيقه وشكله كده في الالترا ساوند. انا بحط الويفز عليه بتاعت الالترا ساوند فبيجيني ارسمني صوره المثلث بتاع الليفر كله من عند الرايت لوب لحد التيب اوف ذا ليفت لوب. فاكرين لما كنا بنقول بنلاقي دايره هنا كده فيها اكل اللي هي كانت مين؟ الاستومك، صح كده؟ فاللاند مارك بتاعت الاستومك هو التيب اوف ذا ليفت لوب. وعندي هنا حاجه اسمها الدافرام، مش الدافرام هو ماشي كده؟ واحنا قلنا الدافرام هو مش تحت الليفر، ده هو الدافرام فوق الليفر، ولكن انا بصور من فوق لتحت، فالدافرام بيظهر واي كانه ماشي ورا الليفر كده، تمام؟ زي ما احنا كنا بنجيب الهارت من ايه؟ من تحت الليفر، يجيب لي ليفر يعني الاورجن اللي بيجي فيه الاشعه الاول يظهر لي الاول في الالترا ساوند، صح كده؟ انا حاطط البروب هنا، مين هيظهر الاول؟ ليفر، مين؟ بعد كده الهارت هيظهر فوق كده، فكذلك الدافرام. دي اسمها الرايت توب اوف ذا ليفر. احنا طبعا عندنا حاجه اسمها اناتوميكال سيجمنتيشن اوف ذا ليفر، وفي حاجه اسمها الترا ساوند سيجمنتيشن. معروف ان الكبد عباره عن تو لوبس، رايت لوب، صح كده؟ اسمها الرايت لوب، ودي مين؟ ليفت لوب. في اكسسوري لوب اسمها الكوديت لوب، اللي هي دي كده عباره عن اسمها اكسسوري لوب او اكسترا لوب موجوده في الليفر اسمها الكوديت لوب. انا لما اقيس الاثنين مع بعضهم كده بقيس حاجه اسمها الليفر سبان، بروح واخد قياس بقيس كل الليفر سايز كده من اوله من اول التيب اوف ذا ليفت لوب لحد البوتوم اوف ذا مين اوف ذا رايت لوب، بسميها الليفر سبان. بقيسها بقول اقل من 16 سنتي يبقى دي اسمها ايه؟ افريج سايز ليفر. يبقى الليفر في السايز رقم واحد يبقى افريج، اثنين هتبقى انلارجد، ثلاثه هتبقى شرانكن ليفر. عشان لما نقرا يعني ايه شرانكن ليفر؟ ليفر منكمش على نفسه. يبقى رقم واحد في السايز افريج سايز، حجمه طبيعي، صح كده؟ حجمه طبيعي. حجمه طبيعي دي برضه ممكن يبقى ديزيز وممكن يبقى نورمال، ما ممكن واحد يبقى عنده ايرلي بارينكيماتس ليفر ديزيز، واحد عنده فيروس سي او بي بس حجم الكبد بتاعه طبيعي. صح ولا لا؟ واحد عنده مثلا فاتي ليفر او كبد دهني بس حجم الكبد بتاعه طبيعي ما عندناش مشكله. يبقى برضه زي الحجم بالنسبه لنا مش مقياس قوي، عشان كده برضه احنا بنعلق على سايز مش سيجنفيكانس قوي ما لم يكن في مثلا مارك هيباتوميجالي، مارك برايت هيباتوميجالي او شانكن سيروتيك ليفر، لا يبقى في حاجه في المشكله دي. لان برضه احنا قلنا ان السايز نفسه لو افريج لا دونت اكسكلود باثولوجي، دي الفكره كلها. فانا بقيس بروح فرد الليفر كله، وبرضه الفرده دي لازم افرد معاها ايه؟ مين؟ الرايت كيدني. هتلاقي الرايت كيدني موجوده تحت الايه؟ تحت الليفر في الجنب اليمين، ما هو الرايت كيدني موجوده اهي. وادي الكبد بتاعي، وروح جايب الكيدني وروح فرد الليفر كلها معايا، وروح قايس اقل من 16 سم عشان يبقى اكتر منها 16 هقول دي انلارجد ليفر او هيباتوميجالي، تمام؟ يبقى بعمل قيس حاجه اسمها ليفر سبان. في بعض التكست بوكس او ناس بتقيس الرايت لوب لوحديها من عند الميلك فيكتور لاين، في ناس بتقيس الليفت لوب لوحديها، بتقيس
الليفت روب من هنا لحد هتلاقي برضو في لاين كده موجود عند حاجه اسمها ليجمنتم فالسيفورم ليجمنت بيقيسوا السباين ده من عند التيب اوف ذا ليفت روب لحد الجول بلادر على اليمين الجول بلادر من 9 ل 11 سم بيعتبر دي السايز بتاع مين؟ بتاعت الليفت لوب الرايت لوب بصوها مثلا في الميديكال فيكتور كلها لحد 14 سم. احنا بناخد السبان كله رفلي كده عشان ما نخبطش نفسينا ونقيس على 16 سم لو اكتر منها بنقول دي انرجي ليفر. طيب الانرجي ليفر برضو هيبقى دي هيقول لها اكتر من 16 سم وهيكون ليها اسباب لما تلاقي بالتو ميجا دي ليها 50 سبب دي انفلاماتوري ولا انفلتريشنز ولا اكيوت فايرال هيباتيتس ولا اوتومين هيباتيتس ولا باتكاريسون دروم ولا فيلوكلوسيف ديزيز ولا هيموكروماتوزيس ولا ويلسون ديزيز. عيش بقى مع نفسك بقى اسباب اللي تكبر الكبد. تمام؟ شرنك الليفر ايه اللي يخلي الكبد ينكمش؟ شرنكن ده لما تلاقيه اقل من 10 سم في واحد ادلت. مش طبيعي الكبد يبقى طبيعي اقل من 10 سم او 10 سم. فده اقول شرنك الليفر. وبقى ليها كرايتيريا مش هبقى شرنك لوحده بس كده، هتلاقي فيه الريجولار سيرفيس وهتلاقي حاجه اسمها كورس ايكوباتن وتلاقي عنده قصايص بطنه مليانه ميه وتلاقي حته كبد صغيره كده عايمه في الميه فبنسموها شرانكن ليفر، صح كده؟ دي الكرايتيريا اوف ليفر سيروزز افونس ليفر سيروز. ما بتحصلش بقى في الاخر خالص الكبد بقى ينكمش بقى عباره عن شويه نوديولز، صح كده؟ بقى عباره عن نوديولز ده عدى مرحله الفايبروزز كمان بقى فايبروزز وبعد كده بقى سيروزز، صح كده؟ تمام. فده كله من السايز بتاع الليفر. اذا كل ايتم من هنا معناها كلينيكال ابلايد بعد كده، مش هي احنا مش بنقيسه خلاص، انا مش بتقول اشعه زي ما احنا قلنا، يعني بنطبق ابلايد او ايه ابلايد. طيب بعد كده الايكو باترن اوف ذا ليفر، ايه الايكو باترن دي؟ ميه الليفر، الميه دي رايقه ولا خشنه ولا اكثر خشونه ولا لامعه؟ بالعربي كده الميه دي رايقه بنسميها ايه؟ هوموجينس. طب الميه دي خشنه شويه بنسميها كورس. طب اكثر خشونه بنسميها